هذه الوقفة اليوم كتجي تزامنا مع محاكمات سورية مع مجالس تأديبية سورية فاقدة للشرعية، لا دليل على التهم الواردة، لا سواء في قرار التوقيف لا سواء في الاستدعاءات، كل التهم ملفقة، كل التهم سورية، الغاية منها هي كبح الفعل النضالي، الغاية منها هي كبح الفعل النقابي، هذا ضرب الحريات النقابية وضرب لكل ما يمكن أن نقول عنه أنه ديمقراطية أو غير ذلك. نقول بأننا اليوم لا نحاكم في محاكم أو لا نحاكم في مجالس تأديبية، إنما هي مجالس سياسية محضة، محاكمات سياسية محضة، الغاية منها هي كبح الفعل النضالي، هي تخويف المناضلين. نقول بأن متى كان الهجوم سيكون النضال، وأن هذه المجالس التأديبية السورية لن تفزعنا، لن تخيفنا، لن نتراجع إلى الوراء. متى سيكون الزحف ومتى سيكون الهجوم؟ سيكون النضال وسيستمر النضال.